أما دلوقتي فخلونا نتابع أخبارنا السريعة والكويك هيتس. بعد قلب ما في قلب بيغني غنايتك مفكر حالي مش معقول ارجع حب لقيت حالي حبيتك. هي دي أغنية ناجي قسطى الجديدة اللي هينزلها بمناسبة الفالنتاين وبيتعاون فيها لأول مرة مع جانا روحانا والملحن جوزيف جحا. الموضوع جديد علي أول مرة على قد أنا أكون عم غازل يعني رح يشوفوا ناجي الحنون اللي عم بغازل المرة هالقد. الموضوع جديد، التوزيع جديد، اللحن كمان جديد، فكله رح يكون جديد على رأيكم. أنا هلأ مغروم كتير رجعت عوجي البسمي والدمع العشقاني. وغير الأغنية دي اللي هيصورها قريب، ناجي بيحضر لأعمال كتيرة كشف عنها لإيتي بالعربي. في أغنية جديدة مع هشام بورس منير وعساف، في أغنية مع سليم عساف. كنت مفكر حالي مش معقول ارجع حب لقيت حالي حبيتك. اختارت حملة تطمن على نفسك جنات عشان تكون سفيرة ليها، والحملة دي بتهدف للتوعية على محاربة فيروس سي. تطمن على نفسك هي مبادرة عظيمة جدا، بتتعالج مرض خطير جدا للأسف ومنتشر على مستوى جمهورية مصر بشكل كبير جدا. العلاج موجود بس في ليه لازم يبقى منظم، وده اللي حاصل في المبادرة. وشارك في دعم الحملة دي نجوم كتير منهم مديحة حمدي والكابتن أحمد حسن الرئيس الشرفي للمبادرة دي. طبعا المبادرة أنا فرحانة بيها جدا، بس مش حاسة أنها بعيدة عن شغلي لأن أنا واخدة سفيرة النوايا الحسنة لمكافحة الإدمان. سعيد أن أنا أكون متواجد، سعيد أن أنا أكون متواجد في حاجة تخدم الناس وفعلا أن احنا نقدر نكون عندنا أكبر عدد من شفاء طبعا الناس اللي هي عندها فيروس سي. وكمان نادر عبد الله اللي كتب كلمات الأغنية المخصصة للمبادرة دي واللي غنتها جنات. طمن بالك ما تخافش واطمن أول بول، امشي وكمل ما تقفش قصر مسافتها تطول. دي أقل حاجة إن أنا أعملها متبرع، دي أقل من أقل حاجة، لأن دورنا مش هيجي حاجة جنب اللي الناس عاملينه فعلا المسؤولين عن الحملة. يعني أغنية حلوة قوي وفيها إحساس. حواليك في ناس بتحبك، حواليك ناس خايفة عليك. بعد فترة من اختفائها وتداول الفيديو المشهور اللي بين تعبير وشها الحزينة خلال تنصيب جوزها، ظهرت ميلانيا ترامب مع دونالد في بالم بيتش انترناشنال ايربورت لزيارة خاصة. وظهور ميلانيا ما كانش هو بس حديث الصحافة، لكن كمان طريقة تعامل ترامب معاها، خصوصا بعد ما كانت بتمسك ايده ولما حاولت تمسكها تاني سحبها بالطريقة دي منها. انضمت دنيا سمير غانم لأحمد حلمي ومنى زكي عشان تكون سفيرة جديدة للنوايا الحسنة في اليونيسف وهتهتم معهم بحقوق الأطفال. دنيا شكرت في بوست اليونيسف واتمنت إنها تكون عند حسن ظنهم وإنها تقدر تساعد كل الأطفال المحتاجين. احتفل كريستيانو رونالدو بعيد ميلاده الـ 32 مع والدته وابنه اللي بيحرص دايما انه يشارك معاهم في مناسباته الخاصة. جمهوره عايد عليه على السوشيال ميديا وكمان حساب الفيفا وفريقه السابق مانشستر يونايتد، وصاحبه كمان جارث بيل اللي نشر صورة بتجمعهم وتمنى له عيد سعيد. ومع المناسبة دي اعلنت فوربس ان رونالدو هو اللاعب الاعلى اجرا في العالم لسنة 2016.